طيب ايه رايك كابتن كريم؟ عشان انا عملت الكلام ده مع كابتن محمد عبد الجليل الاسبوع اللي فات وسالته عن تشكيل الموسم. نلعب مع بعض. يلا تشكيل الموسم. طبعا انا ده ريفرنس بس اسماء كتيره من اللي في الدوري عشان تفتكر معايا. تمام؟ تشكيل الكابتن كريم زكري والكابتن عبد الجليل بقى هيقول لك ده صح وده غلط ويقول لك لا شيل ده وحط ده، يعني يلعب يضايقك بقى وانت بتختار. لا ضايقني براحتك انت. انت حبيبي. بس انا حطيت اصل الكابتن عبد الجليل حط تشكيله حلوه قوي، تشكيله ياخد بيها كاس العالم. يعني انا شايف احنا بنتكلم على الفتره الاخيره. عواد في حراسه المرمى. لا مش الفتره الاخيره عشان السؤال ده سالته. الموسم كله. ما هو خد بالك كان معايا ضيف عزيز وقال لي انه ما هو نص الموسم او الاهلي مثلا في اول 10 11 ماتش عمل اداء رائع جدا وبلاعبين مميزين جدا واللعيبه عامله الكيرف لتحت في الاخر. فانت دايما بعنينا غصب عننا على فكره، ده حتى بيحصل في اختيارات عالميه بتبص للاخر. انت الفيلم بتتابعه عشان الاخر. فانت قلت لي ليه كده بقى المره اللي قلت لي؟ لا ضحكت عليا. ضحكت عليا. اتفضل يا كابتن. عواد في حراسه المرمى. محمد عواد. الونش طبعا. الونش انت تلعب الخطه الاول 4-2-3-1. ماشي. يبقى الونش في خط الدفاع مساك جنبه مين؟ عندنا يعني انا شايف ان اقرب واحد في الاسماء اللي موجوده اسامه جلال. اسامه جلال. ماشي. اسامه جلال عمل موسم حلو جدا. جداً. هو من اللعيبه المدافعين الواعدين جدا بصراحه، كان واضح من بدايته في انبي. صح. زاهر ايمن المسلوسي يعني ما يعني بيقدم مردود كويس، لكن هو كان بيلعب مساك ثالث مع مستر فيريرا، فانا شايف ان عمر كمال عبد الواحد. عمر كمال عبد الواحد يعني ماشي بشكل كويس. عمر كمال عبد الواحد على اليمين. على الشمال ظهير ايسر. خلي بالك انا كنت معجب بجوناثان نجوم من وقت الجونه، بس يعني هو فيوتشر بس انا هو بيلعب في فيوتشر دلوقتي، بس تحس ان هو الادوار الهجوميه عنده. ايوه انا هيلعب على علي معلول. لا هو لا يلعب على المعلول. لا يلعب احمد فتوح. احمد فتوح طبعا. انت زملكاوي صرف. لا والله حقيقي. لا بس لا بس. لا والله. لا والله. لا هو الفتره الاخيره فتوح مش الفتره الاخيره، احنا بنتكلم السنه دي برضو علي معلول ما لعبش كتير، اصاباته كانت كتيره جدا. ما كانش عنده البديل اللي يريحه عكس فتوح، كان عنده عبد الله جمعه. انا معاك ان فتوح الفتره الاخيره من انا هو بيلعب، هو اللي بيلعب منتخب مصر كمان. فيعني في الاسماء اللي موجوده علي معلول بقى اثنين في نص الملعب الدفاعي. اثنين في نص الملعب الدفاعي طبعا امام عاشور. امام عاشور يعني هي بين بلاتي توري طبعا بيراميدز او وليد الكارتي، لان انا بحب وليد الكارتي جدا. وليد الكارتي رائع طبعا، من احسن اللعيبه في اللي بتعمل بوكس تو بوكس في مصر. صح. دايما بيتسحب من تحت كده وتلاقي داخل ال 18 وبيكمل. ماشي. السولية. ف يبقى هو اختار. انت هتختار مين؟ امام عاشور واحد. امام عاشور. وليد الكارتي. وليد الكارتي ماشي. صانع العاب هو يعني في قفشه، عبد الله السعيد، محمد عبد الكبير، الوادي، ابراهيم عادل مش موجود اسمه بس ابراهيم عادل. هتلعبوا صانع العاب؟ هلعبوا صانع العاب. عشان ابراهيم عادل كان موجود كجناح بس. تمام. لا انا ما يعني انا بحب وهي كده الاسماء دي في النهايه في الاول والاخر هي اللي انت تفتكر بيها، لكن ممكن تقول اسماء اصلا. ممكن اقول اسماء ثانيه. انا فاهم. لا ابراهيم عادل. ابراهيم عادل 10. ماشي. جناح يمين. جناح زيزو طبعا. زيزو. عبد الرحمن. عبد الرحمن ده الوحيد اللي مكتسح كل التشكيلات. طبعا زيزو احسن لعيب في مصر بصراحه يعني. الشمال بن شرقي. بن شرقي. انا مش عارف، انا حاسس ان انا بحط تشكيله الزمالك. ما انا مش عارف عشان واخد الدوري. اللعيبه لا والله. عشان واخد الدوري برضه. مين احسن من بن شرقي؟ احمد رفعت بيقدم بشكل كويس. في طاهر محمد. طيب. طاهر مين مهاجم كويس؟ لكن صح. مين فيرود؟ احمد عاطف طبعا. احمد عاطف طبعا. انا عندي رايي والله يا كابتن كريم، خليه مدير كوره بس احسن. يعني كان ذكري مدير كوره كويس. ليه بقى؟ عاملين احنا عاملين نحب بعض شويه. مدير كوره كويس ومدير كوره دي وحش. بس سالتني بره قلت لي كارير التدريب، قلت لك انت الكاريزما مدير كوره حلو. ما دي بس والله حتى تشكيله حلوه جدا. دي المستقبل. تشكيله حلوه جدا ممتازه. دي لجنه التخطيط. انت كابتن انت بتلعب على الاعمار السنيه العاليه، انا بلعب على. طيب دي تشكيله الكابتن كريم زكري لهذا لا والله في الموسم. عجبتك كابتن محمد؟ طبعا. بس نقول التشكيله تاني. محمد عواد في حراسه المرمى. استنى بس. ايه؟ مفيش ولا واحد من النادي الاهلي. دي غريبه دي شويه يا كابتن. مش مقصوده والله. خلاص كابتن. لا مقصودة ايه؟ مش مقصوده طبعا. عشان كده ازاي ما تبقاش تشكيله؟ طب من باب اولى ان ما فيهاش ولا واحد من النادي المصري. لا انا كنت بقول لك النادي الاهلي. تقول النادي المصري مع الاحترام. انا تصورت ان هيحط حد من النادي المصري. ايه؟ انا تصورت هيحط حد من النادي المصري. لو كان في حد يستاهل. طب انت لو هتحط حد من الاهلي هتحط مين؟ على الاقل مثلا السوليه.
على الاقل مثلا قفشه، على الاقل مثلا علي معلول، طيب على الاقل مثلا كلهم شريف. كلهم لعيبه كويسه ما اختلفناش، بس انا احنا بنتكلم في الوقت الحالي. طيب لا الوقت الحالي شريف يا كابتن، ما يعني ما احترمنا لشريف، يعني هو يعني جايب كام جون السنه دي؟ انت لسه معجب؟ احنا عجبني. اول ما دخلنا على الهوا قلت لكريم انا معجب بالاحصائيه انا حزين، انا حزين. طيب انا حزين ان مفيش هداف من الاهلي. ممكن نساله بالسؤال بطريقه ثانيه يا كابتن كريم، لو هتحط شريف مكان حد من دول، سيف الجزيري، احمد عاطف، جون ايبوكا، شادي حسين، مروان حمدي في التشكيله دي؟ لا ما يتحطش دلوقتي. طب خلاص طب زعلوا بيه. لا انا بنتناقش بس خلاص احنا كده. لا ما نحطوش، انا حطيت جون ابوكا ساعتها. انا الوحيد اللي نفسي احطه بصراحه في التشكيل من النادي المصري فريد شوقي. فريد شوقي لعيب ده مجتهد قوي، لعيب راجل في وسط الملعب، خلي بالك. والحسن علي، وحسن علي لعيب، والياس ده لعيب كويس قوي، الياس الجلاسي بصراحه. يعني الياس برضو تحطه مع ابراهيم عادل اللي هو في المكان ده 10 لعيب كبير بصراحه. يعني الياس من اللعيبه كويسه جدا. صحيح، لكن انا بتكلم على اللعيبه اللي موجوده.